السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم. نبداو كلامنا بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم، غادي نوجد واحد بريوات ولا دينيم، المهم غادي نشوف على حساب، نقدر نصاوب بريوات ولينيم أو لا غير لينيم بوحدهم حيت ضايا كيسربيوني. المهم هكذا عندي الورقه، غادي نعمرها ان شاء الله بهذه الحشوه اللي غنشاركها معكم، كتجي اقتصاديه بالنسبه لهاد البريوات او لينيم. ان شاء الله باش غادي نديرهم بكميه، وباش غنجمدهم ان شاء الله غنحطهم في الكونجيلاتور يعني بلا طياب، وملي كنحتاجهم اي شحال ما احتاجيت زعما كنجبد من الكونجيلاتور صافي، وكندهنهم بالزيت ونديرهم مباشره في الفران. بالنسبه لهاد المقادير نشارك معكم المقادير اللي كنستعمل انايا، كل واحد يعني حر يستعمل المقادير اللي بغى. بالنسبه لهاد الوصفه اللي غنشارك معكم شي شويه اقتصاديه، غادي يجيو دينيم هكا بطعم الحوت، وهما فيهم يعني السيبيا كما كتشوفوا، وعندي الكفته ديال لاداند، واحد نص كيلو الكفته ديال لاداند مع كيلو ديال السيبيا، هادشي اللي غادي نستعمل ان شاء الله بحول الله. والحاجه اللي ضروريه ومهمه هو ان هادشي كامل اللي غادي نستعمل حتى شي حاجه ما جبدها من المجمد، كلشي طري، ضروري كلشي هاد المقادير يكونوا طريين، لان غادي نعاود نجمد هادشي في الكونجيلاتور، اذا ضروري كلشي هنا يكون طري، حتى شي حاجه ما نجبدوها من الفريكو نعاود نردوها. انا شفتو البارح مشيت قضيت هاد الفروماج، عندي الفروماج في الفريكو ما بغيتش نستعمله، هذا كنخليه للاستعمالات يعني اليوميه، وجبت هذا اللي طري عاد جبته البارح، هو اللي غادي نستعمل ان شاء الله بحول الله. ندوزو بالنسبه للمقادير، قلت لكم قبيله عندي كيلو ديال السيبيا، واحد غير قدرت بعيني، كانت عندي كيلو ديال الكفته قسمتها على جوج، يعني تقريبا نص كيلو ديال لاداند. نتوما يمكن لكم تعوضوها بالتقاطع هكذا ديال الدجاج، اولا الصدر ديال الدجاج مقطع صغير، اولا حتى الصدر ديال لاداند اللي بغيتو، اولا تعوضوا هذا ب هذا صدر لاداند اولا هاد الكفته لاداند، نعوضوها بالكروفيت، يعني انا بغيتها تجيني هكذا اقتصاديه، الكروفيت راكو عارفين غالي شي شويه، وانا باغا يعني نوجد واحد الكميه كثيره. المهم هادو هما المقادير اللي استعملت انايا، استعملوا اي حوت بيض فيه الهبره، الميرلون، اي حاجه، الفرخ ولا اي نوع الحوت بغيتو. المهم انا نعطيكم الوصفه ديالي اللي انا استعملت على حسب يعني القدره ديالي وشنو استعملت. كيلو دي سيبيا، نص كيلو ديال الكفته، عندي هنا باكيه كل كامله ديال الشعريه الصينيه شفتوها، حطيتها كلها هنايا، طيبت لها الماء، دابا نضيف لها الماء طايب باش ترطب. هنا عندي تقريبا واحد خمسة ديال الريوس ديال هذه البصله خضاريه، درتها في الاشوار بهذه الطريقه، عندي جوج فليفلات حمر وواحده خضراء يعني متوسطين ماشي كبار، يوم دوزتهم في الاشوار، هادو غادي نشحرهم بوحدهم، كل حاجه هنا غنشحرها بوحدها. عندي هنا الزيتون خضر مقطع يعني اختياري، عندي هنايا المعدنوس واحد الكميه، عندي واحد هذا علبه ديال الشامبينيون ما درتهاش كامله، خليت منها واحد الربع تقريبا احتفظت به. هنا هذا الشامبينيون هذا الاسود، الفطر الاسود، راه شربته معكم في شريته البارح، خديته من مارجان ماركت، حتى هو منين رطبته شفتو الكميه قداش عطاتني بزاف، قسمنا غير واحد شويه احتفظت بيه، ربما نبغيه لشي نهار اخر ولا لا، ولا شي وصفه ولا شي حاجه. هنا قلت لكم فرماج، هذا الفرماج، هذا الفرماج الاحمر، هذه شفتوها، وهنايا هذا الفرماج ديال البيتزا، هذا الموتزاريلا، وهو بطعم الادام، شفتو كيكون مخلط بداك الفرماج الاحمر. بالنسبه للعطريه هنايا عندي هادو البودره ديال القشور ديال الكروفيت، هادو كانوا عندي ديجا دائما كنوجدهم في الدار وكنخليهم، ها هي ديال القريعه كما شفتوها، عندك القشور ديال الكروفيت ما كنلوحهمش كنحتفظ بيهم، كنديرهم في الفران كيتحمر واحد شويه، ومن بعد كندوزهم في كنطحنهم صافي، وهنايا غربلتهم واحد شويه. عندي هنايا الابزار، الخرقوم، التحميره، هذه العطريه ديال الحوت والملحه، صافي هادشي اللي غنستعمل في العطريه. عندي هنا واحد نص حامضه ضروري غنحتاج الحامض، وعندي هنا واحد ربعه الريوسه ديال الثوم، الفصوص ديال الثوم حكيتهم بهذه الطريقه، وعندي لاصوص الصوجا كما كتشوفوا، هي باش غادي نستن هادشي كامل، وزيت الزيتون وزيت العاديه. كنظن هادو هما المقادير كلهم ذكرتهم.
انا خديت الربيع ضفتو على هاد الثومه ودرت هاد العطريه كلها هنايا. دابا غنضيف لها واحد شويه ديال زيت الزيتون، هادي غنستعملها غير زيت الزيتون. داكشي الاخر اللي غادي نشحرو في الزيت غنستعمل الزيت العاديه، ضروري ندير واحد الكميه لا باس بها ديال زيت الزيتون، وغنعصر عليها الحامض. انا من بعد ما خلطت هاد الشرموله مزيان غناخذ منها واحد شويه، غنضيفو لهنا لهاد البصله والفلفله، غنضيف لهم شويه ديال الزيت العاديه باش نشحرهم مزيان. المهم هنا هاد البصله والفلفله اللي تشحروا لي مزيان فوق البوطه حطيتهم في هاد القصعه هذه كبيره، هذه اللي كتنفعني في هاد الحشوات اللي كيكونوا كثار. الفيرميسيل ديالي هو دا موجود، صافي غندوز غير نقطعو ان شاء الله بالمقص طريفات صغار. هذيك الشرموله ديالي قسمتها هنايا على لاداند، وهنايا الكالامار غادي ندوز نشحر الكالامار هو الاول، وديك الزويته ديالو هي اللي غنشحر فيها لاداند باش داك لاداند يتنسم لي. هذا السيبيا ماشي الكالامار، يا ربي تسمح لي، هذا السيبيا ماشي تنسم لي بديك الريحه ديالو. هنايا خديت لي شامبينيون بجوج هم قطعتهم هما وهذا الزيتون حتى هما غنضيف لهم شويه من هذيك الشرموله اللي بقات، غنقسمها عليهم هما وهذا وهذا البيرميسال باش كلشي يتنسم لي بنفس العطريه. انا خديت واحد شويه من هاد المريقه هادي ديال السيبيا وزدتها هنايا على هاد الشعريه هادي. دابا غادي نضيف هاد الكفته ديالي هنايا، المهم هنا كما تابعتوا معايا المراحل هنا بقيت كنسرع الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي شحرت هادشي كامل، كل حاجه كنشحرها بوحدها مع ديك العطريه وديك الشرموله اللي وجدت ومع لاصوص صوجا، كندير غير واحد شويه هنايا كتكون شي شويه مالحه وباش ما تعطينيش عاوتاني داك اللون كحل الحشوه. صافي هنا كما كتشوفوا هاد بلادان ضفتو جا منسم بهديك الطعم ديال السيبيا، ما جاش باين كاع واش داند ولا، جات الحشوه رائعه. جربوها بهذه الطريقه اقتصاديه وانا متاكده غادي تعجبكم. انا مولفه كندير بهذه الطريقه هذه دائما، يعني كنوجد لانني كندير كميه كثيره ما يمكنليش نجيب الحوت، راكو عارفين البريوات ديال الحوت، يعني غير الحوت مثلا الكالامار الكروفيت هذيك يعني ديال مره مثلا اللي غناكلو في مره نقدر نصوبهم، لكن هادو اللي بكميه فانا كندير هاد الطريقه هادي. انا بصراحه كيتكلو هاد البريوات عندي في الدار، دابا هاد الكميه بحال غدوز لي واحد الاسبوع عاوتاني خصني نعاود واحد الكميه واحده اخرى. بنتي كتبقى تدي منهم المدرسه، زوج ديالي ولدي وكلشي كياكلوهم بزاف،
داكشي علاش كان انا كندير هاد لاكونتي كي دابا هاد الكميه راه ما غادوزليش بزاف. نقدر نقول لكم هذه هي يعني اكثر حاجه كنستهلكوها في رمضان هما هاد الشيء المعمر. نبقى نعاون هكا بيتزات بشي حاجه هكذا معمره في الفران. المهم اي حاجه ان شاء الله درتها غادي نشاركها معاكم. صافي هنا من بعد ما وجدت لي ديك دوك الحشوه يعني بقات لي دابا غير هذا لي شامبينيو غادي نشحرهم مع العطريه عاود نفس الشرموله اللي شحرت فيها دوك المقادير الاولى. صافي هنايا خديت البيرميسيل هنا ما درت لا في اشوار لا والو بقيت كنقطعها غير بالموس هكا قرطها صغيره جات حسن جات زوينه. يعني هذه فكره تقطعوها هكذا بالموس دغيا دغيا كتقطع بسرعه راه ما كتاخذ لكمش كاع بزاف د الوقت لان كتكون يعني رطيطبه ودغيا كتقطع. صافي هنايا الحشوه وجدت لي يعني وجدت كلشي غادي نخلط كلشي هادشي وغادي نزيد الفرماج ما حد يعني الحشوه باقا سخونه نخليوش يعني الحشوه حتى تبرد عاد نزيدو الفرماج لانه ما غاديش يذوب في قلب ديك الحشوه ما غاديش تجيكم الحشوه معلكه. يعني صافي هنا كما كتشوفوا باقا الحشوه سخونه يعني طالع منها البخار. شفتوا كي كتبان الحشوه كتبان رائعه بحال تقولوا فيها الكروفيت هذا الكالامار وهي راه غير بالسيبيا وبالكفته. هذا هنايا ضفت هذه الكميه ديال الفرماج الاحمر وفرماج ديال الموتزاريلا. الحشوه جات رائعه بصراحه يعني نتوما كتشوفوا غير الطريقه ولكن انا يعني دقتها ويعني عجبتني بزاف جات يعني جات عبار في كل شيء في الملوحه ولا في المذاق ديالها كله جا زوين. صافي هنا شديت الورقه ديالي قطعتها نص غندير فيه غنصوبه على شكل بريوات ونص على شكل سيجار او لا دينيم. هنا شاركت معكم الطريقه ديال التعمار ديال لينيم وديال البريوات يعني ربما تكون شي اخت عاد مبتدئه ودخلت لا فيديو تتفرج تعرف غير الطريقه كيفاش. هنا بالنسبه للورقه دائما الجهه اللي كتكون حرشه شي شويه هي اللي كنعمروا عليها واللي كتكون رطيطبه كتبقى على برا. هنايا درت خديت الزيت وخلطت معها هذه التحميره كنخليها حتى كتصفى الفوق ما تهزوش معكم ديك التحميره لانها كتجي كتحرق وكتجي عاطيه واحد المنظر في شكل ما زوينش حتى المذاق ما كيجيش مزيان. كنهز انا غير الزويته من فوق شفتو تما ديك الورقه الا لقيت شي بلاصه هكا غليظه ولا كنقطعها. بصراحه هاد الورقه ما عجبتنيش بزاف لان غير راجلي اللي مشى جابها لي واصلا ما كنعرفش يعني شي وحده اللي هكا كتصاوب شي ورقه مزيانه. راكو عارفين دابا في هاد الوقيته ديال رمضان كيكثروا هاد الناس اللي كيصوبوا الورقه واغلبيه ما كيتقنوهاش بداك الطريقه وداك الشكل اللي تعجبك. المهم رضعت لي منها شحال من حاجه تقطعت لي دابا نشارك معكم في الاخر الكميه اللي بقات لي. المهم انا شاركت معكم الطريقه ديال التعمار ديال البريوات راه سهله ماشي شي حاجه صعيبه حتى انا ما كنتش كنعرف وتعلمت بفضل اليوتيوب بفضل الاخوات الله يجازيهم بخير. صافي هذه هي الطريقه. المهم شاركت معكم هاد الطريقه ديالي اللي كنديرها في كل عام في رمضان. هادشي اللي كندير كنحضر مجموعه هكا ديال البريوات مازال ان شاء الله غنحضر شكيلات اخرين بالكفته. المهم غادي نشوف على حسب الظروف وبغيت نحضر هاد البريوات بالخضره وحدين اخرين بالفرماج. بنتي كتحماق على دوك البريوات معمرين غير بالفرماج كيعجبوها بزاف. الا البارح ملي شافتني كندير المونتاج قالت لي ماما صوبي لنا هادوك د الفرماج كيعجبوني. المهم غادي ان شاء الله مازال عندي بزاف ديال التحضيرات والوقت درك وراكم عارفين مع الخدمه. ومهم البارح والله العظيم الى حصلت 12 الليل عاد ساليتهم بهذا عاد ساليت ودرتهم في المجمد. المهم انايا هادو كنحتفظ بهم في المجمد وملي كنبغي نستهلكهم كنجبد واحد الكميه كنديرها في الفران كندهنهم شويه بالزيت صافي وكنحطهم في الفران. هذه هي الطريقه باش كنستهلكوهم. داكشي علاش شفتوني هنا ما درت لا دقيق لا والو باش نجمع العجين لان يعني غنديرهم غير في الفران. نتوما الا كنتو غتقليوهم هذا لصقوا ديك الورقه بالعجينه. هنا وريتكم شاركت معكم الطريقه ديال الاحتفاظ بها كيفاش كنحتفظ بهاد البريوات وهاد لينيم في هاد لي بواط ديال البلاستيك. هنايا باش يكون يعني تخزين سليم وصحي كندير هاد ورق المطبخ ولا داك سيلفيغيزي كنفرشو بهاد الطريقه وكنفرق ما بين الطبقات. الطريقه زوينه بصراحه هي اللي كنعتمد عليها من شحال. هذه هي الطريقه باش كنخزنهم انايا.
باش هكا ملي نبغي نستعملها ما نجبد غير الطبقه الاولى مثلا، انا جبتها كامله وغنحطها كما هي هكذاك في اللاطه وغنحطها في الفران. المهم عمرت لي هاد البواطه هادي اللي كبيره، وبالنسبه للينين درتهم في واحد البواطه وجمدتهم حتى الصباح، خليتهم هنا في الفريغو. الصباح لقيت بحال ديك البواطه شي شويه بحال تنفخت لان كنت زيرت عليها. بصراحه ما طليتش على بداك الصباح، مشيت للخدمه. فاش كنت راجعه دست على واحد المحل تما، ديك المحله ديال 5 دراهم. المهم لقيت عنده دي بواطه، انا نشاركهم معاكم. جبتهم وعاود غسلت واحد البواطه وعاود استفت هاد لينيم بهاد الطريقه اللي كتشوفوا. هادو هما لينيم اللي هضرت لكم عليهم، هادي الطريقه باش خزنتهم البارح في هاد الطاسه هادي اولا هاد البواطه، ولكن بصراحه جاتني صغيره. صافي وحطيتهم في المجمد. هادو يعني كنوجدهم هكا غير الطوارئ، بحال دابا ملي كان عندي الوقت راه غنوجد شي حاجه اللي تتكل في البلاصه، ما غاديش نجبد هادو اللي في المجمد. هادو كنخليهم غير كنت مثلا في الخدمه وما عنديش الوقت، ولا كنت مدروكه، ولا مصايب غادي نصاوب شي حاجه هكذا ولا غتاخد لي الوقت، كنجبد هادو دغيا كيسربيوني. صافي هادو هما لي بواط اللي قلت لكم شاركتهم معكم. هادو دايرين 6 دراهم الوحده، وهذيك اللي مدوره دايره 8 دراهم. المهم ها كيفاش عاود استفتهم بهذه الطريقه، وانا عاود نحطهم في المجمد وغادي تشوفوا معايا. يعني شديت واحد البلاصه يعني ما خداتش بلاصه كبيره في المجمد. المهم كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كالعاده تدعموني في القناه. وكنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم وعلى الاخلاص ديالكم والوفاء ديالكم اللي خطيتكم عليا. مع السلامه.